صوص الجبنه. احنا هنعمل ايه؟ انا هعمل كميه صغيره كده، وانت طبعا حسب ما انت عايز تعملي صغيره، عايز تعملي اكبر زي ما يريحك. انا عامله كوبايه لبن واحده، كوبايه لبن عليها معلقه دقيق، معلقه زبده كبيره، وكوبايه من الجبنه الشيدر المبشوره، وشويه بقى ايه توم باودر كده بواسطه مع ملح وفلفل بس. فهناخد اول حاجه، هنا عندي معلقه الزبده الكبيره ومعلقه الدقيق، تمام. هنعمل بص مختصر برضو المفيد، هنعمل حاجه شبه البشاميل بالجبنه، شبهها هو بيعملوها كده، هما اللي قالوا لي. هناخد استناها تسخن، ناخد معلقه زبده كبيره على معلقه دقيق كبيره مش مليانه قوي، يعني كوبايه اللبن بتاخد معلقه دقيق مش مليانه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بقاش سخن قوي، حط معلقه الدقيق. معلقه دي مش مليانه، كبيره بس مش مليانه، يعني يا دوبك مسطحه كده ماشي، حتى مش صعبان عليا اكملها والله، يعني عارفين المعلقه الكامله بتروح عامله ايه، بتروح على طول لضمه في الكوبايه الدقيق، لضمها مقفلاها كده خليها تقيله. بسم الله. كوبايه اللبن بقى، ونخليها تغلي، واحط لها شويه سنه توم بودره وملح بسيط، سنه فلفل اسود بسيط، واقلب لغايه ما يغلي ماشي. والملح عادي، انا هنا دي جبنه شيدر فمش مالحه قوي، اظبط ملحها بس عادي، او مش مالحه خالص اصلا الشيدر دي. اقلب بس يلضم معايا كده، يغلي غلوه ده صوص الجبنة بتاع أي حاجة عايزين له صوص جبنة، أي حاجة إن شاء الله، مكرونة أي حاجة. هنزل الجبنة هي أول ما تغلي غلوة، حابة تنزلي معاها جبنة موتزاريلا ممكن، وأقلب بقى كويس كده، وحاولوا ترفعي من على النار شوية، وأقلب بسرعة بسرعة. يا دوبك احنا عملنا حاجة زي البشاميل وسيحنا جواها كوباية الجبنة اهي، بصوا ده بالشكل ده، تبرد تلاقيها بتمط بقى، ده صوص الجبنة. سهل جدا. بصوا بقى احنا ممكن نحط له شوية جبنة موتزاريلا، ممكن نحط لها شويه جبنه رومي، يعني ممكن صوص الجبنه ده احنا نطعمه باي حاجه احنا عايزينها، يعني ده صوص الجبنه ده كده، ده صوص الجبنه الخام خلاص، ده كده الاساسي.